هنروح لخبر تاني بي 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 يعني بيوضح أهمية مصر وريادة مصر للأحداث العالمية دلوقتي، وأن مصر أصبحت ورجعت تاني قبلة العالم في تنظيم الأحداث الكبرى، وأن احنا بنبهر العالم بتنظيم هذه الأحداث. قرر الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الجزائري علي زعتر نقل استضافة بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو اللي كانت مفروض تتلعب في جنوب أفريقيا لمصر بعد اعتذار جنوب أفريقيا في استضافتها بسبب فيروس كورونا. طب ليه؟ لأن في أربع دول اعترضت على الإجراءات الاحترازية اللي بتحصل في جنوب أفريقيا، إن هم مش عايزين ييجوا. فالاتحاد الأفريقي دور على مين يستطيع إنه يعني يستضيفها بقدر عالي جدا من الإجراءات الاحترازية. طبعا هنا الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد ما فوتش الفرصة، قدم طلب عشان يستضيفها وتم الموافقة للاتحاد المصري لاستضافة هذه البطولة. والحقيقة ما ينفعش الخبر ده يكون معنا وما يكونش معنا الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد، والحقيقة اللي كان انتهز هذه الفرصة وشرف باستضافة هذه البطولة. أهلا بك يا كابتن. أهلا بحضرتك كابتن هيثم. أهلا بحضرتك يا كابتن. دكتور يعني قول لنا القصة، هل زي ما احنا حكيناها هي كده ولا في اختلاف عن كده؟ هي بالظبط كده. في بس نقطة أزودها لحضرتك، إن احنا بقالنا شهر في مشكلة في استضافة البطولات، وأنا طبعا بصفتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي ورئيس زون شمال أفريقيا كنت تقدمت كرئيس اتحاد مصر للجمباز من شهر من الاتحاد الأفريقي بطلب إن مصر في حالة تعذر جنوب أفريقيا إنها تستضيف هذا الحدث، إن احنا نستضيفه عندنا في مصر، وإن احنا هنستضيف الناس كمان بالإقامة، كمان هتيجي البطولة عندنا فور فري، هتدفع تذاكر طيرانهم بس. عندك ميزانية لده يا دكتور؟ احنا دولة جمهورية مصر العربية، احنا نقدر نعمل اي حاجة. تعظيم سلام. طبعا طبعا احنا دولة وكمان الدكتور اشرف صبحي جمهورية مصر العربية تقدر تعمل اي طبعا طبعا. وانا على فكرة بداية الخبر ما اعرفش حضرتك كنت سامعني ولا لا، قلت ان مصر اصبحت قبلة العالم. دي حقيقة، دي حقيقة قوية كمان، وهكمل لحضرتك ان احنا عرضنا هذا الموضوع لان كان الموضوع ده فيه مشكلة كبيرة على لعبة الجمباز المصري او رياضة الجمباز في مصر، ان احنا البطوله دي اتلغت لان كان الاتجاه في الاتحاد الافريقي ان هم يلغوا هذه التصفيات. في هذه الحاله مصر هتفقد ثلاث اماكن في الاولمبياد، فكان لازم احنا اوريدي لو كنا سفرنا اللعيبه بتاعتنا كنا هنصرف مبلغ، استضافه الناس دي هنا اعتقد هنصرف نفس المبلغ او يمكن اقل شويه. شابوه يا دكتور الحقيقه، شابوه، لان الاستفاده هنا دبل استفاده. طبعا. ان انا ساعدت لعيبتي فنيا ان هم يتاهلوا لاولمبياد طوكيو، وده حدث كبير جدا مشاركه مصر فيه. والحدث الثاني ان انت رجعت رياده مصر الافريقيه في الجمباز. بالظبط. طبعا احنا لسه مخلصين امبارح بطوله كاس الفراعنه الدوليه للايروبيك لفرع تاني في الجمباز. طبعا العالم كله كان بيتابع البطوله وبيتابع الاجراءات الاحترازيه، احنا الحمد لله كاتحاد جمباز احنا قمنا باجراءات احترازيه طبقا لاكواد الاتحاد الدولي واكواد الوزاره واكواد وزاره الصحه، والحمد لله امبارح اتعمل التيست كامل للاجانب اللي كانوا موجودين والحمد لله كلهم نيجاتيف، والحمد لله سافروا بامان ورجعوا بلدهم، والحمد لله البطوله. وطبعا الاتحاد الدولي كان متابع البطوله، ففي ممثلين من الاتحاد الدولي هاي موجودين هنا، فيعني لا الحمد لله نقدر نعمل حاجات كتير، وان شاء الله البطوله دي هتتلعب على فكره قبل كاس العالم. بالظبط. ما انا كنت لسه انت حضرتك قريت افكاري، انا كنت عايز اقول ان دي بروفا لبطوله العالم اللي حضرتك مستضيفها. والله هقول لحضرتك حاجه، كاس العالم اللي احنا مستضيفينه النهارده انا هقول لحضرتك خبر حصري، احنا في دلوقتي نيجوشيشن مع الاتحاد الدولي لان البطوله دي المفروض انها مش مؤهله، يعني انت كدوله عشان تستضيف كاس عالم بيسمح لك ان انت تجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما تثبت كفاءه في التنظيم وفي الاداره، بعديها ممكن تعلي الليفل بتاع كاس العالم ان هو يبقى كاس عالم مؤهل للاولمبياد. نظرا ان في دول كتير اعتذرت وفي كاسات عالم اتاجلت وتوقفت، الاتحاد الدولي اتصل بينا من يومين طبعا بعد متابعتهم لكاس للبطولات عندنا هنا في مصر سواء للجمباز او لاي لعبه ثانيه، وطبعا تحديدا للجمباز كاس الفراعنه كانت عامله بومين جامد قوي في الفتره الثلاث او الاربع ايام اللي فاتوا. الاتحاد الدولي طلب مننا ان احنا نستضيف ان كاس العالم القادم ده يبقى كاس عالم مؤهل للاولمبياد. فعلا طبعا ده والله ده احنا هيبقى علينا التزامات كدوله وكاتحاد ازيد شويه، يعني في حاجات ازيد شويه هنقدمها. طبعا وانا طلبت فعلا مقابله مع معالي وزير الشباب والرياضه، المفروض ان احنا ميعادنا بكره ان شاء الله نرتب الامور وابعت للاتحاد الدولي، انا بعت لهم موافقه مبدئيه
طب تمام ده هايل، بس هم عوض فرصه زي دي طبعا، بس هم طبعا بيبقوا محتاجين جارانتي من الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، فاكيد الدكتور يعني بيبقى بصفه الحكوميه لازم يبقى في ضمان حكومي طبعا، فاكيد الوزاره مش هتتاخر ان شاء الله نخلص الموضوع ويبقى كاس العالم القادم ده مش كاس عالم وبس، اول كاس عالم في افريقيا او اول كاس عالم في مصر، ده ان شاء الله كمان هيبقى اول كاس عالم مؤهل للاولمبياد في مصر. على فكره ان هو يبقى كاس عالم مؤهل للاولمبياد، احنا هنستضيف الثمانيه الاوائل على العالم بكل جهاز. برافو برافو. يعني حاجه يعني الجماهير المصريه والناس في مصر هتشوف مستوى من الجمباز ما تشافش قبل كده. طب يا كابتن احنا يعني برضو فرصة وحضرتك معايا، احنا برضو كقناة الاهلي عايزين نكون معاكم في حدث زي ده، وعايزين نبقى تدينا تنورونا انتوا على طول معانا ومتابعينا. يا طبعا ده حدث يعني خلي بالك برضو يا دكتور انت يعني اسمك حتى الدكتور ايهاب امين يعني اسم عزيز علينا على كل الاهلاويه، لان طبعا يعني طبعا مع نجمنا الكبير، فاحنا الحقيقه بنهنيك يا دكتور على حسن الاداره وبنهنيك على انتهاز الفرص. عشان هقول لحضرتك بقى فرصه جديده دي لسه، احنا كان عندنا هنا عضو مكتب تنفيذي ورئيس لجنه مسابقات الاستاذ يوسف الطباع، هو يعني سوري وروسي في نفس الوقت، الراجل كان معانا وكان في اجتماع وكان بيتابع بطوله كاس الفراعنه. الحقيقه احنا اتناقشنا في حاجه جديده في ايفنت اسمه جيم استراده، جيم استراده دي اللي هي في فروع الجمباز بيتعمل لها بطوله كل اربع سنوات. انا ايام لما كنت لاعب انا رحت جيم استراده مع الاتحاد المصري للجمباز مرتين. عدد دي اللي هي الجمباز العام او الجمباز فور لايف. الايفنت ده بيتعمل مره كل اربع سنين، عدد المشتركين المتوقع في 2027 حوالي من 20,000 ل 22,000 مشترك من جميع دول العالم. لا لا ثانيه واحده دكتور، انا سمعت صح؟ يعني عدد اللي هيشاركوا من 20 ل 25,000 مشارك في البطوله دي؟ 1000 متفق بالظبط يا فندم. لا انا مش مصدق يا دكتور، يعني انت ما شاء الله يعني حاجه تسعدنا جدا دي. وهو على فكره هيتنظم 2023 في هولندا، في المفروض ان احنا نجهز الملف بتاعه. طبعا انا يعني تواصلت برضو مع دكتور اشرف في وزاره الشباب، لان الايفنت ده مش الاتحاد اللي هيقدر يقوم بيه، ده ايفنت دوله، لان ليه كذا ميزه. اولا ما بتلعبش في مدينه واحده، بتلعب في عده محافظات، بتقدر اولا تنميه سياحيه طبعا غير عاديه طبعا. احنا بنتكلم في 22,000 مثلا متوسط مشترك هيجوا من 120 او 160 دوله. الموضوع مش تنافسي، الموضوع كله عروض وحاجه ظريفه جدا، لا حاجه يعني بتقلب الدوله اللي بتعمل فيها. انا شايف ليها فايده اقتصاديه، فايده سياحيه، شغل مصر، احنا قادرين كدوله مصريه ننظم هذا الايفنت بالاعداد دي او اكثر. فان شاء الله باذن الله انا يعني ساقاتل من اجل ان احنا نستضيف هذا الايفنت ان شاء الله باذن الله. اكيد دكتور ايهاب امين طبعا رئيس اتحاد الجمباز، بشكرك شكرا جزيلا وبنهنيك على حسن اداره يعني ملف الاستضافات دي، ربنا يوفقك وتطلع الامور بشكل جيد باذن الله.